بتشوف اكاديميات كتير، بس اكيد انت الاكاديميه دي مفتوحه بهدف انت رسم لنفسك وان انت تفيد بالكره المصريه وتتكلم في دورك. اول حاجه انا تشرفتوني جدا طبعا، وان شاء الله باذن الله تبقى بدايه خير. موضوع الاكاديميه انا بفكر فيه من زمان، لان الموضوع مش موضوع اكاديميه وموضوع ان انا عايز اعمل اكاديميه وخلاص. لا، انا باصص لحاجات تانية. انا عايز اطلع لعيب يبقى لعيب يقدر يفيد الكره المصريه، اقدر اهيئ لعيب يبقى لعيب كره قدم محترف عن طريق الأكاديمية. بداية، لكن إن شاء الله اللي جاي هيبقى أحسن وأكتر وهنقدر نفيد الأندية، لأن أنت عارف دلوقتي قلة المواهب موجودة في مصر بشكل. إحنا عندنا لعيبة كويسة كتير، بس أنت لازم تتعب ولازم تدور. فربنا قدرنا إن شاء الله إن إحنا عن طريق أكاديميتنا نقدر نطلع لعيبة كويسة تقدر تفيد الأندية وتقدر تفيد في المستقبل باذن الله منتخب مصر ان شاء الله. بص، انا هقول لك حاجه واحده. انا يمكن من الناس اللي تاسست في النادي الاهلي، تاسست على مدربين، يعني واحد من المدربين، مش عايز اقول واحد بس، يعني بس ده ليه معزه خاصه عندي، كابتن بدر رجب. ده من اهم ناس اللي كانت بتطلع مواهب، وللاسف الكره في مصر خسرته. فده انا نفسي اوصل حاجات من اللي انا اتعلمتها على ايده، على ايد كورفر، مستر كورفر الهولندي، وكابتن محمد وهبي، وكابتن علي ايوب. مش عايز انسى حد من الناس اللي مرنتني وانا صغير. فكل الناس اللي انا اتعلمت منهم دول، انا حابب ان انا افيد الطفل او افيد حتى المدربين اللي موجودين. انا بقعد معاهم وبيستشيروني في حاجات، بقول لهم انا هدفي ايه. انا قعدت معاهم وهدفي مش هدف ان انا اعمل اكاديميه وان انا بقى عندي اكاديميه وخلاص. لا، انا هدفي ان انا على الاقل كل سنه لازم افيد اللعيبه دي هنا، وافيدها واوديها انديه موجوده برضه تفيد زي ما بقول لك منتخب مصر. احنا هنشتغل على اسس. انا يمكن من الحاجات اللي انا حابب اعملها ان انا هيبقى كل طفل في ملف طبي هبدا بيه، لازم ابقى برضه عارف وهشتغل على كل واحد ايه مميزاته وايه عيوبه. الكلام ده كله في اكاديميات صعب تلاقيه. يمكن الاكاديميات انت بتجمع الطفل او بتعمل حاجه، لا انا ان شاء الله باذن الله مع اول حاجه هعملها زي ما بقول لك هبدا بالحاجات الطبيه، ان انا اشوف اللعيب ايه اللي اقدر اشتغل عليه، ايه اللي ناقصه، ايه الكلام ده كله، مع الحاجات الفنيه في الملعب طبعا. دي الحاجات دي اللي لازم تكمل بعض. ده غير طبعا زي ما بقول لك الالتزام، لازم تعلم الطفل من هو صغير ازاي يبقى ملتزم، ازاي يتحمل المسؤوليه. ما ينفعش ان هو يجي ينزل التمرين يهرج، او يبقى الموضوع فيه انسيابيه او الموضوع يسأل. لا، يبقى لازم في التزام، في نظام هيمشي عليه الطفل، هيمشي عليه حتى ولي الامر، هيمشي عليه المدربين. كلنا كمنظومه لازم الناس كلها تشتغل على نفس الهدف ده. عشان تاسس برضو لازم تدور، عشان تقدر تخش في فريق تعمل بيه حاجه كويسه وتقدم بيه شكل كويس وتقدر تفيد بيه الانديه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما ينفعش تكون انت موجود معانا ما تخشش نتكلم معاك عن النادي الاهلي. انت واحد من اهم اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي ومن اولاد النادي الاهلي. شايف الفتره دي ازاي في النادي الاهلي، وايه كلامك للعيبه اللي تقدر والنصائح اللي تقدر توجهها للعيبه، خاصه ان انت مريت بكل الظروف اللي بتمر بيها النادي الاهلي دلوقتي وانت لعيب؟ الكل بص، النادي الاهلي طول عمره بيبقى عارف هو عايز ايه. ممكن يبقى في دروب، لكن كل واحد في المنظومه هو عارف هو عايز ايه. هو عارف هو لازم يبقى عارف هو موجود في النادي الاهلي ليه. لازم اللعيبه تبقى عارفه ان هي مش ملك نفسها، لا، انت اخر حاجه تفكر فيها نفسك. انت موجود في منظومه ليها اهداف معينه، ليها سيستم معين، لازم 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 تبقى كل الكلام ده حاطه في دماغك عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه في النادي الاهلي. بتاعك منتخب الشباب كنت من اهم وافضل الاجيال اللي موجوده، الجيل كله لعب واحترف بره ولعب سواء في فرقه بشكل بدري، وكنتوا موجودين ليكوا بصمه والناس كلها كانت عارفاكوا وجودكم، انتوا تفرحوا الشعب. انت شايف الخروج الهزيل اللي خرج منه منتخب الشباب كل ما فات، خاصه ان هي على ارضك هنا وعدم التاهل لكاس العالم، وده يعتبر ان هو نهايه جيل. انت شفت ازاي البطوله دي وشفت ازاي المستوى اللي احنا ظهرنا بيه، ونصيحتك للعيبه كمان ايه؟ بص، اللعيب هيفضل لعيب طول عمره عبد الرحمن. هيمر بمواقف صعبه، هيمر بمواقف كويسه، لكن اللعيب الكويس اللي بيقدر يتخطى المواقف دي. رسالتي للعيبه انه يكمل حلمه ويكمل وما يزهقش، ودي مش نهايه العالم. لكن انت لو هتيجي تتكلم عن الخلل، لا، الخلل موجود في الكره المصريه عامه، مش على مستوى المنتخب بس. انت هتيجي تبص المنتخب الاول، احنا داخلين على كارثه ما
معرفش، اكيد اكيد لازم الناس تبقى واعيه باللي هيحصل. انت بعد كمان كاس العالم الجاي انت عندك اللعيبه اللي هي المفروض شايله المنتخب دلوقتي هتبقى اصغر واحد فيهم 33 سنه، فهل في اجيال طالعه؟ هل في لعيبه جايه؟ هي دي المشكله، هي دي الكارثه اللي ما حدش واخد باله منها في المنتخب. المنتخب لازم يا جماعه لازم يعني الناس لو كل واحد يشتغل بما يرضي الله ويدور ويحقق اللي البلد عايزاه، صدقني البلد دي مليانه، البلد دي مليانه وعايزه اللي يشتغل ويعني يفني في عمله فيها. لكن زي ما بقول لك انت اللعيب الصغير لا ما تقدرش هتلومه، اه لومته والبطوله على ارضك والكلام ده كله، لكن في اسباب للي حصل. اللي حصل ده مش عامل يعني مش في يوم وليله حصل كده، لا اكيد في اسباب ادت للي حصل ده. فاللعيبه انا بقول لهم دي مش نهايه العالم، حاول واتعب واشتغل تاني، لكن انا بقول لك لازم الناس في المنظومه تراجع نفسها تاني، لان احنا فعلا ما ينفعش مصر بلد زي مصر يبقى كرويا تبقى عامله كده، لا احنا احسن بلد في افريقيا، احنا في الشرق الاوسط طول عمرنا لينا اسم، فلينا كلا يعني لينا جولات كبيره على جميع المنتخبات من منتخب ناشئين شباب اولمبي اول، لا الطبيعي ان مصر تبقى في مكانه ثانيه خالص. ازاي هضم اوروبا والترتيب الاخير لمحمد النني خالص؟ لا الاثنين بص مثال الاجتهاد والناس دي فعلا يعني انا عاشرتهم من هم صغيرين مرارا بكل المنتخبات شباب اولمبي باول، فالناس دي لا تستحق لانها تعبت واشتغلت ووصلت اللي هي اللي هو فيه ده، مش حليف يوم وليله، مش حليف يوم وليله. فزي ما بقول لك صلاح ونني مثال للاجتهاد، ونفسنا نفسنا نفسنا يبقى عندنا 100 صلاح و100 نني، يعني نفسنا بصراحه لان مصر مش قليله انها تطلع زي صلاح وزي نني، لا بس محتاجين الناس اللي بتدير تدور وتتعب وتشتغل وتيجي على نفسها عشان خاطر تلاقي النتيجه اللي زي صلاح. يا اندرو انا حرفيا اسمع اتكلم.